أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسألك توبة ومغفرة إنه هو التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الفاتحة لدعاء الله تعالى يا الله ومجنات مجزيكم الله لله تعالى صلى الله تعالى تشفى ذكر وذكر of الله وذبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم and all the elevated and عليه الصلاة والسلام the siddiqin the shuhada and all the wasalihin and through the barakah of the Holy Quran inshallah تعالى we ask Allah تعالى to grant all those who seek Jannah to feed us inshallah to bless nur in the kuburs to widen the cover inshallah تعالى and make their covers God with the Jannah inshallah all those who seek Allah grant him shifa take away all the pains inshallah تعالى and make it easy for them inshallah تعالى for all of us whatever our needs may be whatever hardship we're going through we ask Allah تعالى to make it easy for us inshallah تعالى we also say shukr for Allah for granting us all the ni'mas in the rizq shukr ya Rab ask Allah تعالى to grant us all the best Deen, dunya, and akhirah, inshallah ta'ala. We can all make a personal niyaz, inshallah. Bisirri al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كن هو الله والناس
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما تحملنا ما
اغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وبركاته عليكم أحلى البيت إنه حميد المجيد إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا لا إله إلا الله حي
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حقنا لي نخيا وعلي نموت وعليها وبيا نبعث إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى من الآمين آمين 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 برحمة الله وكرمه. اللهم إنا من الله
أسبق الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتئنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتئنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Yeah.
وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأن لك قد خلقت كما تشاء، قام سيدنا النبي
يصلح الظاهر لنا والقافة يبحث ما للنبي بكل حال صفا. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Oh.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على نية القبول اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة وتجاوز عن سيئاتي واحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للموحدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وللحرام معصومين وفي الجنان منعمين وللنيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك وحبيبك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبلا ولا بعدا كيدا ولا سبيلا وأثبنا اللهم على كراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا مباركا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهنمناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كن والصحابة والقرابة والتابعين وتابي التابعين وتابئهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفكهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وتني القرآن العظيم من أجلهم وجئتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم المرحوم اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وروحهم في الجنة اللهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجع مقارب من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحن رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وكبن اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا أنا غرة وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا كون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حي اللهم عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من كبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين اللهم يا مقلما قلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرفا قلوب صرف قلوبنا وقلوب أولادنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اشف موضانا واشف موضى المسلمين جميعا اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين جميعا اللهم اشف موضانا وارحم موتانا وتولى امرنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا يا كريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بركة سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي بالخيرات لنا بالخير وجعل أواكب أمورنا بالخير بيدك الخير والآفية إنك على كل شيء قدير ألا كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to the viewers of the Al-Jim network and to the Ummah of our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam this the final evening of the month of Muharram 1442 may Allah subhanahu wa ta'ala a'adahu Allah alayna bil yumni wal barakat May we live to see another Muharram if Allah wills, insha'Allah ta'ala. And this, my dear mothers and fathers, brothers and sisters in Islam, in the furthest corner of the south of the Qibla of Allah subhanahu wa ta'ala,
we close this week as our forefathers had followed their forefathers in showing us the junior yani Ibaad-U-Ragmaan that had joined us here this evening. MashaAllah, Tabarakallah. We do remember people of the likes of Sheikh Rifat and Sheikh Abdurrahman Mani. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His infinite mercy and rahmah on their quburs. Look what they left behind for their children and for the followers of our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This becomes the noor for them in their quburs and in their where they are resting in the barzakh today. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We take the opportunity to thank from the Ibaad-U-Ragmaan, Qaderi Junior, Dhikr Jamaat, the Amir Shamil Isaacs, Khalid Sali, Rafiq Isaac, Abu Bakr Isaac, Rayyan Sali, Qasim, Hamildin, Imtiaz Adams, Muhammad Ziyad Adams, Ahmad Bray, Imran Samoudin, Ismail Yasin, Riza Hendricks, Nabil Tawfi, Yusri Bucks, and Qiyam Hamildin. There is a few names that was not written here, but mashallah tabarakallah, their performance this evening was unique to the people of the South. Mashallah tabarakallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us that this month of Muharram, being the sacred month, that our du'as be accepted, and that whatever we have planted in this month, that it we reap the seeds of it in the beautiful month of Safar and the auspicious month of Rabiul Awwal. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.